ولاية كيرالا الهندية، هذه الولاية الأكثر وحشية ودموية في العالم بالنسبة للحيوانات. لا تظن يا صديقي أنهم فقط يقتلون هناك الفيلة، لا، هناك كمية هائلة جدا من الحيوانات التي يتم قتلها بالطريقة الوحشية. اختلاف العالم مع هؤلاء الناس والهاشتاجات اللي نزلت الفترة الأخيرة لأنثى فيل حامل تموت بأبشع طريقة مخزية ومقرفة ومشمئزة لكل إنسانية ولكل من فيه قلبه رحمة وضمير أن يموت بها أي كائن حي. هذه فعلا حدثت في ولاية كيرالا على أواخر شهر مايو من 2020. في البداية يا أصحابي، هذه الولاية ولاية وحشية ودموية، وقد تم قتل فيها من كمية هائلة جدا من الفيلة البريئة بشكل لا يعد ولا يحصى، وأنا بعطي لكم كم نسبة الدراسة ولما توصلنا إليه، لكن خلونا اليوم يا أصحابي أدي لكم القصة من بدايتها. عندما حصل لهذه أنثى الفيل التي هي حامل، هناك أنثى فيل جائعة، هي حامل ولديها ما تمتلك في بطنها من مولود تريد أن تطعمه. ذهبت تبحث لها عن أكل وما إلى ذلك، فإذا بوجدت لها من يعطيها أناناس مفخخ. عزيزتي وقلبي لا تعلم أنها أناناس مفخخة. أخذت الأناناس صغيرة جدا راجعة لبيتها تأكل كما يفعل كل حيوان أو إلى مخبأ أو إلى أي شيء وكر، فإذا بها تنفجر في وجهها. طبعا الانفجار يا أصحابي هذا أدى إلى أن الماوث حقها لقفها، وهذا الشق كله تضرر بشكل، والدمج كان فيه مخف جدا لدرجة أنها لم تستطيع أن تأكل أي شيء من كثر الألم. طبعا أنتم دارين عندما يخرج فيه دم ويبدأ شم كذا الجيف وما ذلك في الحيوان وهو ما زال عايش، لأن الفيل ضخم أنتم تعرفوا كيف، تجتمع الدبان والحشرات والأشياء المقرفة وتأذيها، تتقابصها، بتجيب لها شيء من الإتشينج يعني في جسمها. في المسكينة هربت إلى الماء بين البحر، يعني بين النهر كذا في بحيرة بسيطة تختبئ عشان تبعد الحشرات ملوثات فيها، وإذا بها تموت ببطء. استمر عملية موتها يا أصحابي لمدة أسبوعين من يوم ما حصل لها الانفجار، يوم ورا يوم، حتى إن الفيل كل ما أراد أن يأكل لا يستطيع، فماتت عزيزة قلبي وفي بطنها جنين من الجوع ومن العطش. انظروا كيف ماتت، ما فاتت من الانفجار، ولكن الانفجار منعها أنها تأكل. وهذه الجريمة والعملية الوحشية تحدث في الهند على طول السنة. وفي 27 مايو من 2020 وجدوا جثتها في وادي بالاكات في هذه الولاية، وهذه الولاية التي تعتبر أكثر ولاية خضراء وتعم بالطبيعة. ولاية كيرالا في الهند هي ولاية جميلة جدا بمحتواها الطبيعي يا أصدقائي، إذا بعطي لكم صور عنها بتكون جميلة جدا. ابحثوا عن ولاية كيرالا، ومعظم الصور الجميلة والطبيعة والشلالات والجمال اللي تروه في الهند هي من ولاية كيرالا. إلا أن هذه وهذه الولاية وسكان هذه الولاية هم أكثر ناس فيهم شر وفيهم غل على الحيوانات بشكل لا يصدق. طبعا صديقتنا هذه الفيلة التي ماتت بطريقة وحشية هي لم تكن الأولى من نوعها يا أصحابي، لا، في شهر أبريل يوم الأربعاء في منطقة كولام ديستريكت في نفس الولاية تم تسجيل فيل مات بنفس الطريقة الوحشية، أن ناس ملغمة وفاكهة ملغمة فجرت وجهها، وتتم هذه العملية بالطريقة الوحشية على شكل متداول وعلى شكل لدرجة أنها أصبحت شيء جميل وطبيعي جدا واعتيادي بالنسبة للهنود الموجودين في ولاية كيرالا. أصبح شيء عادي، أي أنه أصبح من يعني مفاخرة الرجولة أنك تقتل حيوان أو فيل بهذه الطريقة الوحشية، لدرجة أنهم يظنون أنفسهم أذكياء وخطيرون وما إلى ذلك. طبعا الدولة تفاعلت مع الموقف هذا، وعشان تهدأ الناس أنه فعلا حتى كمية هائلة جدا من الهنود المتحضرين والساكنين في المدن، الهنود فيها أكثر من 2000 ديانة بشكل غريب جدا، ديانات غريبة يعبدون أشياء غريبة، وتجد أيضا هناك من الناس من يقتلون هذه الحيوانات، يعني هناك تناقض بشكل غريب جدا. الدولة حاولت تلملم الليلة في الدعوة أنه في شخص الذي قام، يعني تقريبا قالوا انهم وجدوا الشخص الذي اعطى الاناناس او حط الاناناس او لقمها او طريقه معينه يعني كذا فيها في وجهها، وبعد الحادث وقالوا انه هو دحين وصلوا للمحكمه وما الى ذلك عشان بس يغاطوا ويمشوا الليله يعني. وانت كيف تقدر تحاسب واحد على شيء في قبيله هو عادات وتقاليد عندهم؟ هذا الشيء عادات وتقاليد هنا، سواء اعتقدوا بها سواء الهنود يعني صرحوا بها او لم يصرحوا بها، هناك ادله كثيره وهناك داتا، في اوفيشال داتا تيكن من مواقع غربيه، وهذه المواقع الغربيه بدراسه اكدت انه 6022 قضية إلى 7129 اللي حصلت من 2016 ل 2018، هذه كلها ملفات مكتوب فيها أنها حيوانات تم قتلها بنفس الطريقة الوحشية. أنت مستوعب معايا؟ من بين 6000 ل 7000 فيل. والغريب جدا أنه في الهند في قانون يحمي الحيوانات، لدرجة أن الشعب هذا، وإحنا نتكلم بطريقة علمية يا أصحابي، أن الشعب هذا بيعبد الحيوانات هذه، بيقدسها، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه يعني من هذا الكلام، بس هم يعني بيفعلوا هذا الشيء، فهناك أكيد في قانون بيحمي هذه الحاجات من الناس اللي بيعبدوا إلههم، يقول لك يعني بيحاول يحمي إلهه كذا يعني، إلا أن في بعض ما زال يمارس هذه الأشياء الغريبة.
الهند، واحدة من أغرب الحضارات والشعوب إطلاقا. عندما تريد أن تجمع الحقائق عليهم تنصدم، تندهش، تندهل، تختبل، أنت لا تفهم، عقلك لا يفهم شيء. هناك جماعة من الهنود من يعبدون الفيلة، يقدسون الفيلة، يعني أصبحت آلهة، بينما جماعة أخرى تحرقها وتأكلها وهناك جماعة يعني الأشياء اللي موجودة في الهند فعلا تخبل. طبعا زرع القنابل في الفواكه أو المواد القابلة للأكل هذه منتشرة بشكل غالب جدا في الهند، وذلك على ما بيقولوهم عشان يتخلصوا من بعض الحيوانات المؤذية، على أنه بعضهم يقول لك الذي عندهم مزارع ومحاصيل وأشياء زراعية وما إلى ذلك بيخافوا أنها يحصل لها أكل أو تلف أو أشياء من هذا النوع، في حاول يتخلصوا من الحيوانات بطريقة من الطرق، إما أنهم يجيبوا لهم أكل ثم تنفجر في وجهها أو أنهم يقتلوها، يعني بأشياء وحشية فعلا وأشياء مقززة جدا. فعلا هذه الأمور مش سهلة. قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نحن نعرف في الإسلام أن امرأة عذبت هرة، انظروا ماذا كان جزائها يا أصدقائي. وأيضا هناك قصص كثيرة جدا، إن كان هناك موضوع نتحدث عنه في هذا الفيديو لا نتحدث إلا نحمد الله تعالى على أننا مسلمون وعلى أن لدينا دين أمرنا أن نحافظ ونلتزم بإرشادات وتعليمات ما زال العالم يصارع منها لليوم. يا إخواني، الإسلام قال لنا الرفق بالحيوان، الإسلام قال لنا يا أصدقائي إذا جيت تذبح الذبيحة اللي الله محللها لك عشان تأكلها حاول إنك تزهق روحها بسرعة، لا تعذبها، لا توجعها، حاول إنك بسرعة تمشي الأمور. يعني الإسلام الذي عندما رسول الله صلى الله عليه وسلم عاتب خالد بن الوليد أو أحد الصحابة لأنه كان يمزح مع بلال بن رباح وقال له يا ابن السوداء، انظروا هذا الإسلام. والآن في أمريكا ما زالوا بيعانوا من هذا الصراع بين البيض والسود. نحن ديننا علمنا إرشادات عظيمة جدا وجميلة، وإن كان هناك فائدة من هذا الفيديو نتحدث عليها لا نقول إلا الحمد لله على نعمة الإسلام. أتمنى أنكم انبسطتوا بالمقطع يا أصدقائي، وأتمنى أن وصلت لكم رسالة من هذا المقطع. فعلا شيء مقزز جدا ما يحصل في الهند بالذات في المناطق الجنوبية من الهند. أتمنى أن جبت لكم يعني إضافات ومعلومات كافية كذا، ونشوفكم في مقطع ثاني في فيديو ثاني يا أصحابي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.